جلالتي من الواد. اوعى يا جلال، سيبه عشان خاطري يا جلال. الواد هيموت مش كده بقى. قوم يلا قوم. خلاص اهدي بقى، ما تعيطيش. تعال خش يلا. وقف هنا بدوي. هتحبل عشان نربط الواد ده؟ حاضر يا استاذ. هو الواد ده اللي عمل فيكي كده؟ الولد دي لازم يروح الجسم. طوبة والله ما هقرب من هنا تاني. مصورني على موبايلي يا استاذ ومش عايز يديني الصور. طلع الموبايل يلا. خد امسح الصور من عليه ورجعه. لا لا مش عايزه. طب يلا 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 من هنا يلا. مش عارفه اقول لك والله يا استاذ، انا اسفه يا اختي. مش عارفه تقولي لي ايه؟ ما احنا واقفين جنبك اهو، ما قلتلناش حاجه ليه؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. خلي بالك من نفسك، فاهمه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي معايا انا هروحك. يلا بينا. ايه في ايه؟ هي نمره الساحر؟ يلا يا حبيبتي انتوا مش مروه. يلا مروه ما تنحيش. ايه العيال دي؟ هتروح على فين دلوقتي؟ هروح على البيت، قالوني مش طايق ارجع. لا 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 مفيش الكلام ده، وكتاب اللي انا سايبك وانت في الحاله دي يا جلال، انت معايا هتيجي معايا البيت. بقول لك سعاده عامله محشي ده يوم قومي، وبعدين الواد اياد بيسال عليك كل يوم. بقول لك صحيح، عارف الواد اللي انت ضربته ده؟ انا كنت هموته لو ان انت لحقته من ايدي. اهدى يا دكتوره، ده راجل بيقول اي كلام روتيني. قلقان من الشوشره، خايف على الكرسي. انا مش عايزك تقلقي، التقرير بتاعك هو اللي انا حركته مش تقرير المستشفى. ده اللي علي باشا. تمام يا فندم. يا دكتوره ملك ما تقلقيش، التقرير بتاعك هو اللي عند النيابه، بس القضيه ضعيفه جدا من غير بلاغات ولا شهود، ضعيفه جدا. ماشي يا دكتوره، انا هبلغك باي جديد، وانا مش عايزك تقلقي خالص موضوع التحقيقات ده. انا عارف ان مش همك، بس يا ريت يا دكتور اي حد يتكلم، ابوها البنت اي حاجه. ماشي مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. هو سيادتك لسه شغل بالك برضه بالقضيه دي؟ والله عليك كنت هشيلها من دماغي خالص، بس لما تلاقي مدير المستشفى بيتلكك للدكتوره ملك ويحولها للتحقيق عشان قدم التقرير غير اللي هم قدموه، يبقى الحكايه فيها هنا. يعني سيادتك تقصد ان مدير المستشفى بيعمل كده لصالح حد؟ ما دام في حد راح للبنت دي وهددها يبقى ممكن. وسيادتك بتفكر في ايه دلوقتي؟ علي انا عايزك تعملي تحريات شامله عن البنت دي، صحابها، زمايلها في الكليه. عايز اعرف مين كان اقرب حد ليها في الكليه. اي حاجه عايز اعرفها عن البنت دي. اوامر، اعتبر ده حصل. انا عايز ده في اسرع وقت. تمام، هبدا التحريات من دلوقتي. اي تفصيله مهما كانت صغيره تهمني يا علي، اي تفصيله. انا عايز اعرف مين اللي عمل في البنت دي كده. يلا هيتحرك انت. تمام بسيادتك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.